طبعا رانا مجيت تاعي الاربعاء عند الاخ زحزوح. اخ زحزوح. رانا في الخلا، شوف رانا مع لاتاي واللبن والدهان تاع البقره والمطلوع الخبز تاع الذاك، حاجه شابه الله يبارك مع الجو. بارك الله فيك على هذه العرضه. بصحتك ولا بارك الله فيك. بصحتك. اليوم بدلنا الجو وخرجنا للخلا الحمد لله. بصحة. مازال الخير. شكرا بارك الله فيكم. صحيتو.